هو كمان كان ليه آراء في بعض الأوقات يمكن تنور لك الطريق في طول حياتك. طبعًا يعني عملها مع ناس كتير جدًا فينا، يعني أنا أثرت فيا بعض آرائه لمدة طويلة يمكن. وكابتن عادل أكيد أنت كان ليك بعض المواقف الشخصية مع كابتن صالح. وكان أول مرة يعني أقابله يعني شخصيًا، كان بالنسبة لي رهبة مختلفة خالص عن رهبة أنت تلعب جوه النادي الأهلي. يعني طبعا انت عارف رهبه ان انت تلعب فريق اول في الاهلي دي يعني ليها رهبه، مقابل كابتن صالح تاني ليها رهبه تانيه، ويمكن دي يعني وصلت لي من كلام الناس حوالين كابتن صالح على كابتن صالح وكاريزمته وشخصيته. كابتن صالح يعني اعتقد هيفضل سنين كتير وعصور كتير ناس تقدر تتكلم عنه، والناس كلها تتمنى ان هو يبقى يعني توصل لربع او اي جزء من اللي هو وصل له من شخصيه ومن مكانه في وسط قلوب الناس، ومش الاهلاويه بس، المصريين كلهم. صحيح. يعني نادرا لما تلاقي شخصيات مصر كلها بتجمع عليها. ونادرا لما بتلاقي شخصيه، يعني ممكن تلاقي فنان محبوب من فئه اللي بيحبوا الفن، وممكن تلاقي لعيب كوره محبوب من الناس اللي بتحب الكوره اللي هي لعيبه الكوره، لكن نادرا لما تلاقي يعني شخص محبوب من كل الفئات، من فئات لعيبه الكوره، من وسط الفني، يعني كل فئات المجتمع مجمعه عليه، رجاله وستات وولاد صغيرين. يعني انا بالنسبه لي كنت صغير يعني في الوقت اللي كان فيه كابتن صالح، لا هو حاجه كبيره يعني، في حاجات ممكن الشباب ما يفهمهاش، لكن لا هو بيدي مسجات بسيطه جدا، بس راجل حكيم، الكلمه بتطلع منه بميزان ذهب. تقيل، راجل تقيل في تصرفاته، راجل تقيل في 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 في, في انفعالاته وفي كل حاجة وفي كلامه، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا شوية قلت عندنا في المجتمع عامة. خلي يعني بالك ده هو كان ليه هبة من غير ما يتكلم. بالظبط، هو يعني شخصيته هو قاعد كده بالعظمة تحسها هبة انك هتلاقي قابل كابتن صالح. صحيح. يعني انت يعني انا برضو بفتكر موقف لعم جمعة الله يرحمه. عم جمعة ده برضو من الناس اللي يعني من اساطير النادي، يعني الراجل الاداري الكبير. عم جمعه ده واحنا في الناشئين كان عندنا اوضه جنب فرقه الدرجه الاولى، الاوضه دي كان فيها تليفون. فالتليفون ده وقت الموبايلات ما كانش كتير قوي، فكان في ناس بتعمل مكالمات منه، العيله بتعمل مكالمات منه. فلما يعرف بس ان كابتن صالح جاي النادي يقول لك ايه في الاوضه، واطلع كابتن صالح جاي، كابتن صالح جاي كمان ساعتين. طبعا عم جمعه كابتن صالح جاي كمان ساعتين، انت اقفل، كابتن صالح جاي النادي دلوقتي. فالموضوع يعني ومش خوف منه بس، هو خوف واحترام وحب طبعا. وشوف الناس الكبار لما يتكلموا عليه، لا حاجه مختلفه، تحس ان انت بتسمع واحد، تسمع عن حد، لا حد مختلف. صحيح. لا وراه كاريزما، مش ما اعتقدش يعني مش هتعوض تاني. وشخصيه بصراحه يعني كل الناس بتحكي وتحكى بيها، واسمع كلام يعني السيدات الوقورات اللي بيفهموا في الذوق والجمال عن 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 صالح سليم، كابتن صالح طبعا، هتعرف ان الراجل ده قد ايه حاجه اسطوره. يعني هو اسطوره بكل المقاييس طبعا.